نانو، كيف حالك؟ هلا منصور. ها، أشوف عبيد وسالم هني بعد. شو القصة يا إخوان؟ منصور يقول مضيع حزام الجوجيتسو. هلا ابو عقاب. هلا ابو عقاب. هلا ناصر. متأكد ان اسمه مو موجود في كرسي جلات اقسام الشرطة؟ هي صقر حوالي 70 سنة. ما حصلته في اي مستشفى. بغيت اقول ان البصل عادة يباله نص ساعة تحمير لما يستوي حق البرياني. اوكي، انت متأكد؟ لأن حسب علمي البصل يباله أقلها من نص ساعة حق البرياني. تصدق تلخبط تلخبط، أقصد الخبيز على النار يباله نص ساعة لما يستوي الطحين. نص ساعة يباله الطحين تجليب عشان الخبيز. مقتنع وايد. بيت كم كم، خلنا ندور. ليه الحين ما لقيت منصور؟ في شيء مو بمضبوط يا اخي. الحين بيي وين بيكون يعني؟ اقول لك كم. انزين اوكي، هات اعطني يدك. بيت صدق انك سجلت على البارحه؟ ما شاء الله عليك، يالس تتضخم بالثانيه. يعني لو انت محفظة استثمارية كان ما تم بني آدم ما استثمر معك. ما شاء الله، اخف دمك يا سالم. شيل. Thank you.
يلا يا شباب، قرب ينتهي الوقت. واضح. بنبدأ الحين. مو بالحين يا عبيد، تريلي ما أقول السؤال. أمس كانت الاختبارات صعبة، بس اليوم بتكون أصعب. جاهزين؟ جاهزين. نحن اليوم يا شباب في اختبار الطائرة النفاثة. طارق بيكون مسؤول عن أجهزة الطوارئ والإنقاذ، عبيد بيستلم الرادار، وانت يا سالم بتتولى موضوع تبادل المعلومات. بس أنا أبى أسوق الطيارة. أول شيء اسمها طائرة ما الطيارة. ثاني شيء انت ما تعرف السوق الترولي اللي في السوبر ماركت، كيف بتسوق طائرة نفاثة؟ ممكن تنقطنا بسكوتك انت وياه لما الدكتورة ليلى تخلص كلامها؟ مو بمشكلة منصور، أنا خلصت كلامي. استعدوا وبشوفكم هني بعد الظهر. أوكي؟ أوكي. كل واحد في مكانه. الطوارئ والإنقاذ جاهز. الرادار جاهز. تبادل المعلومات جاهز. قيادة الطائرة جاهز. سيبدأ الإقلاع. 5 4 3 2 1. ما في شيء، ما في شيء ظاهر على شاشتي. عبيد أنا ما أقدر أعطيك أي معلومات. ها إنزين عيال، كيف بنشوف المسار الحين؟ خلاص أنت طير وأنا بحاول أساعدك من شاشة الرادار. للأسف ما حد منكم نجح في الاختبار، بس اللي أتمنى أنكم تكونون تعلمتوا درس من الاستواء. بخبركم بعد شيء، أنا عرفت كل شيء سويتوه. بس كيف عرفتي؟ منصور أنت ناسي إن المركز كله. ما عليه يا منصور، أنت قدها وقدود، وبعدين أنت مو بلازم تنسى إن أبوك ما سافر لو ما كان مضطر. الرحلة ضرورية وطارئة، ولولا شي مستحيل يسافر ويخليك. لا أنا بقولك شو استوى، أبوي طول عمري يحب شغلة أكثر عني، شو بسوي الحين؟ الأولاد كلهم بيطنزون علي. النشاط اسمه أنا وأبي، شو أقولهم؟ شو أقولهم لو سألوني أبوك وين؟ منصور حبيبي، أبوك اضطر يسافر لأن ربيعه في الشغل مرض فجأة، هو كان متأكد إنك بتتفهم الوضع وبس. صباح الخير منصور. شرطي ممكن تساعدني أسير اليمب الثاني؟ فالش طيب حبيبتي، بس قولي لي أول شو لون ليت الإشارة الحين؟ أخضر. خليك جنب طارق ولا تخلي بروحه، أنا ثواني وبرد. أستاذ عادل، أنا الصراحة بغيت أعتذر منك ومن كل زملائي، أبوي ما راح يحضر النشاط اليوم. ومنو قال لك أني مبحاضر؟ أنا مستحيل أفوت النشاط. أبوي؟ الحقيقة الوالدة تكلمت معاي وشرحت لي ظروف الوالدة الطارئة، وهي اقترحت نسوي النشاط أونلاين.
ما بعرف كيف أشكركم. شكراً أمي، شكراً أبوي. إنزين، يلا، ما بتبدون البرزنتيشن؟ طبعاً بنبدأ، وأنا بشرح لكم لايف من قمرة القيادة، وبعرفكم بعد على كل أجزائها، وممكن بعد أراويكم عملية الهبوط. بس أول شيء لازم نعرفكم على أجزاء الطائرة. سارة، شو رأيك تخبرينا عن أجزاء الطائرة؟ الجناحين والهيكل ومجموعة الذيل، جهاز الهبوط والمحركات. والحين بشرح لكم عن قمرة القيادة